يعني يقولون أهل العلم إن شرف العلم من شرف المعلوم، إن شرف العلم من شرف المعلوم، وأعظم معلوم هو معرفة رب السماوات والأرض. يعني أعلى شرف هو علم، أعلى شرف علم هو معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم بعد يليه العلم الباقي، أعظم علم هذا هو. لذلك إخواني، كلما كان الإنسان، كل كان الواحد يعرف الله حق المعرفة، كان أشد له خشية. نعم، كان يعرف الله في كل شيء. إبراهيم عليه السلام عندما رموه في المنجليق، هذه النار يا جماعة أوقدت لها أيام، حتى بيضت أوقدت حتى سودت. عندما رموه في المنجليق أتاه جبريل ملك السماوات، جبريل الملك العظيم، أعظم ملك ملك الله جل وعلا، قال يريد أن ينقذه. مش قال إبراهيم؟ شوف التوكل والتوحيد إلى الله. قال منك فلا أريد من الله، سأل الله مباشرة، مباشرة أتاه الجواب قبل أن يصل النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر إخواني، يحتاج أن نحن كلنا جميعا عندنا توحيد ويقين بالله جل وعلا. لأن أقسم بالله إذا جتنا أزمة أو جتنا مشكلة أو جتنا أي أمر من الدنيا، ما نروح للناس، نسأل الله مباشرة. لذلك يا أخواني، يوسف عليه السلام عندما أتت امرأة العزيز سكرت الأبواب وغلقت النوافذ ثم قالت لهيت لك، هذه المرأة جميلة وما أحد مثلها، ذات منصب وجمال، قال تعال غلق. قال